مرحبا يا حلوين، واهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. طبعا فيديو عبارة عن الام المسكينة الجزء الاول. فطيب حلقة اليوم راح تكون مرة طويلة يعني، فلا تنسوا تسووا لايك واشتركوا. اوكي يلا. اوكي هي تهنج يعني يهنج اول ما ابدا بالفيديو يعني، فسوري. الله يشبك. طيب يلا نبلش، سوف اذهب اليهم. اين انتم؟ هيا استيقظوا يا اطفال. هناك يا أبي، هيا تعالي معي. إلى أين سوف نذهب؟ أبي أرجوك، أريد أن نبقى مع أمنا. اصمتوا هيا، سوف أخذكم إلى مكان أفضل. إلى أين سوف تأخذ الأطفال بذلك الصباح؟ اصمتي، هيا تعالوا معي. أمي أرجوك. أطفال، إلى أين سوف تأخذهم؟ هيا قول. اصمتي، هيا تعالوا معي أطفال. هل أحضرتهم؟ أجل لقد أحضرتهم. حسنا، إذن أين هم؟ من تلك الامرأة يا أبي؟ أنا أريد الذهاب إلى أمي. أجل يا أبي أرجوك، لا أريد أن أبقى هنا. وما ذلك المنزل الكبير؟ هيا أنتم سوف تكونون أطفالي. ماذا؟ لا أرجوك يا أبي، أرجوك أرجوك. اصمتي، هيا. صحيح أنني سوف أكون طيبة معكم أمام والدكم، ولكن بدونه سوف تكونون خدامين لدي. ماذا؟ ماذا أرجوك؟ لا أرجوك، نريد العودة إلى أمنا. اصمتي الآن، أنت أصبحتي أنا أصبحت أمك الآن. اصمتي هيا واذهبي لغرفتك. أين هي؟ اصمتي. أختي، ما الذي سوف نفعله؟ لا أدري. هيا تعالي. أحقا تلك هي الغرفة؟ صحيح أنها شريرة، ولكن المنزل رائع. أجل، ولكن لا أريد البقاء هنا مع تلك السيدة الشريرة. أنا أبقى في غرفة واحدة سوف يكون أفضل، ولكن مع أمي. أجل، أنا لا أحب، أنا أحببت تلك الغرفة كثيرا، ولكن لم أحب تلك السيدة الشريرة. أجل، معك حق. واو، إن هناك ملابس كثيرة حقا، انظري. أجل إنها رائعة. اتركيها اتركيها، لم نرتج أي شيء من تلك الامرأة. أجل معك حق، فذلك المكتب يعني أن كل شيء رائع. اصمتي، ولكن أريد العودة إلى أمي. ماذا سوف نفعله؟ يا أيتها الفتيات المزعجون، إنها تنادينا. هيا عجلي الطعام بسرعة. ماذا؟ نحن لا نستطيع أن نعد الطعام، لا نعرف كيف. أنتم عديمون الفائدة، هيا اصمتي واذهبي. أرجوك لا، أرجوك لا أستطيع، لا أستطيع، ولا أعرف إيش في ذلك المطبخ. اصمتي أو أعاقبك أشد عقابا، وأقول لأبيك أنك لا تسمعين كلامي أبدا. أرجوك لا، نحن لا نستطيع. هيا اذهبا. كيف نعد لها الطعام والعرف ذلك المطبخ؟ ما الذي هنا؟ إنها قمامة. ما هذا؟ نحن نعيش في كابوس الآن. حقا إن أمي مسكينة. أجل، ما هذا؟ يا إلهي. أو كمان فيش يعني رح يكون من 3 أجزاء تقريبا، فسلسلة الفترة التجميلية راح تكون يعني سلسلة أكبر من هاي. أوكي
يا إلهي، ماذا نفعل الآن؟ لا أدري، هل نعزلها التوست أم ماذا؟ لا أدري ماذا نعد لها؟ ماذا تأكل تلك المرأة؟ لا أدري، اصمتي، قد تسمعك. هيا سوف نعزلها الشرب، أفضل شيء. هذه هي. ماذا؟ يا إلهي، هيا، تلك هي الشربة، تفضلي. أعطني. ما تلك الشربة؟ ماذا؟ ألم تضع فيها ملح؟ نسينا، أرجوك سامحينا. كيف أسامحكم؟ أنتم معاقبون. لا أرجوك، لا. اصمتي أنت، وإياك وأن تنطقي أي حرف آخر، أنتم معاقبون. سوف أحبسكم في الغرفة طوال اليوم. يا إلهي، هيا اذهبا من هنا. حسنا. يا إلهي، لقد أخذهم مني. لماذا؟ لماذا؟ أطفالي. طيب أنا ما كنت متوقعة إنها راح تكون قصيرة، يعني ما بعرف. لا هي كام دقيقة؟ ما بعرف، مو موجود يعني. أوكي، لا تنسوا لايك وشير سبسكرايب وكومنت، وآسفة لإني ما كنت منيحة بالسلسلة كتير يعني، فآسفة كتير عن جد. وراح تكون من 3 أجزاء بس يعني، أو 4 أو هيك شي، فما بعرف لسه يعني. فانشروا وحملتوا هاشتاقي وبس، باي. وآسفة كتير إذا صوت كان واطي يعني شوي غير العادة يعني، بس لأن صوت يعني حنجرتي مشجعتني شوي، فبس باي.